حضرتك. لا انت نورتني. انا الحقيقه زي ما قلت في البدايه مش جايب الفنان الجميل، انا جايب الانسان اللي فقد واللي انا عارف انه بيشتغل وحاسس، ولما حصل كلام بينا انا حاسس المراره جواك شكلها ايه. لكن الحياه لازم والله انا عشان اكل العيش وعشان ده شغلتك هتعمل ايه؟ الحمد لله يعني ربنا كرمنا. هو عايز تقول لرضا ايه النهارده اللي بعت له رساله تقول له؟ عايز اقول له ابن عمري وحشتني، ان شاء الله باذن الله اشوفك كده باذن الله، ربنا يجمعني بيك على خير واشوفك كده في الجنه كده تبقى كبير كده وراجل وقد الدنيا وتاخد بايد انا وامك وتشفع علينا يوم الدين ويوم القيامه ان شاء الله باذن الله. وما فيش في حاجه بايدي كنت اعملها يعني ان انا اخليك، ده قضاء ربنا، ويوم ولادتك بيكتب لك يوم وفاتك والله يرحمك. ولو حاجه كانت بايدي والله كنت عملت كل حاجه في الدنيا عشان اخليك موجود معايا. الله يرحمك يا ضاضة، وربنا يجمعني بيك على خير ان شاء الله باذن الله، و يعني تاخد بايدينا كده انا وامك يوم القيامه ان شاء الله.